السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنلعب بالشيفتن أو الشيف MK6. طبعا تكون T64 هانتر أفضل من ناحية الدرع، الدبابة، درع الشاصي ودرع البرج، لكن هني الايمنج تايم أفضل من دبابة T64 هانتر. على ما أعتقد هالدبابة بريطانية، بس الدرع مو ممتاز. هذا دبابة الهانتر. بطيئة بعد، فتاخذ الدبابة ذيك افضل. ستة وثلاثين لازم اتعلم هناك ان ال شت المدفعية. المدفعية، ولو تلاحظون هني في سموكينج يونت لا بطيئة ذي الدبابة. هني في بعد التراك، بس ما راح اسوي ذي المهمة عشان ما اخسر نفس ما لعبت في ذيك الدبابة. طبعا ذيك الدبابة الدرع قوي وخسرت، فكيف هذا الدبابة وبطيئة بعد. ما تشوفون المدفعية تضربني، هذا يعتمد، اللعبة هذا تعتمد على محرك الكراي انجن. شت نفس الدبابة. BMP2 ما بنيران صديقة، لأن بعدين يسوون يخصمون على الكريدت والاكسبيرينس اللي تاخذه. طبعا السموكينج يونت مهم، لكن في الاشتباك القريب لا، الاشتباك البعيد كل السموكينج يونت مهم. ليش؟ عشان تقدر تغير موقع الدبابة. لكن اذا الدبابة مثل هذه بطيئة، هاي مركافة؟ هاي مركافة، مركافة بعد نقطة الضعف من الجوانب، بس يكون الدرع من قدام أفضل. محرك المركافة يكون من قدام،
هالمرة هني الفريق ممتاز بعد انا المدفعية هناك مزعجة مشكلة ما حد بيبقى الا انا او في ناس عندهم الهيت بوينت عالي هناك وهناك خلاص قريب بتنتهي المهمة يقول المهمة انتهت الميناء لنا المروحيات تنزل هناك اعطوني كأن اكثر هناك 24 هني 17 ليش هل عشان ان التير يختلف 5 هنا كم تير 5 نفس الشيء يمكن الدمج هناك سويته اكثر ما ادري الكريدت هنا اكثر السبوتنج دامج الكيلز 5 دامج بنلعب في ذي الدبابة في هذي ضد اللاعبين بس لازم ادخل في وقت معين هني نشوف الدامج اقل من ذيك الدبابة بنتريشن بعد اقل الهيت بوينت على ما اعتقد الدمج والبنتريشن لذي الدباب افضل دمج بير منت هني اعلى بشي بسيط الريلود تايم الهيت بوينت هني اعلى بس الدرع هني افضل الايمنج تايم هني افضل الدبابة البريطانية هني الايمنج تايم 3 الفيو رينج هنا 410 هنا الفيو رينج مع التحسينات اللي دخلتها في الدبابة هذه افضل منها بعشرة متر والله هي تجيب اذا الستاندر تكون تقريبا مثل الدبابة الترت افضل هنا 195 هني 120 الجوانب تكون بعد هني افضل واجد الخلف 50 هني كم الخلف 70 فرق افضل ضد دبابة والله ضد دبابة تكون ضد دبابة من ناحية الدرع والبنتريشن والدمج بس الاكيوريسي هني والهيت بوينت مع السلامة.